وقع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ورئيسة شركة شيل مصر اتفاقية لضخ استثمارات إضافية في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي، وذلك بإجمالي استثمارات بلغت 222 مليون دولار. كما وقع وزير البترول ومسؤول شركة كارون إنرجي اتفاقية التزام منطقة شوسم وطويلة غرب بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في رقعة البحث والاستكشاف بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار. بحث وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي مع سفير فرنسا لدى القاهرة إريك شوفيليه والوفد المرافق له، بحث سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة. استعرض الوزير خلال اللقاء عددا من الفرص الاستثمارية لدى الشركات التابعة وأساليب الشراكة الممكنة، مؤكدا ترحيب الوزارة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. من جانبه أكد السفير الفرنسي حرص الجانب الفرنسي على تعزيز التعاون مع مصر، مبديا اهتمام شركات فرنسية بعدد من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. في سوق المال تبان أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم بداية تعاملات الأسبوع. وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 1.979 تريليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 5.1 مليار جنيه، منها 2.7 مليار جنيه تعاملات سوقية السندات وأذون الخزانة. وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أنهي على تراجع بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 29,036 نقطة، في حين أغلق مؤشر EGX70 أو أغلق تعاملاته مرتفعا بنسبة 29% ليغلق عند مستوى 6713 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 9600 ونقطة واحدة. ارتفعت أغلب أسواق المال الخليجية بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تحسنا في بيئة التضخم، بينما أنهت سوق الأسهم السعودية سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات. وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي بنسبة 1.2%، وفي قطر زاد المؤشر 0.4%، وفي الكويت صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38%، بينما تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.25%. صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن التحول العالمي لاقتصاد منخفض الكربون يتطلب 3 تريليونات دولار في صورة رأس مال جديد سنويا حتى عام 2050. وخلال اجتماع قادة المالية في مجموعة العشرين في البرازيل، أكدت يلين على أن مستهدفات مستويات صفر انبعاثات الكربون لا تزال أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأن ذلك سيتطلب قيادة خارج حدود الولايات المتحدة.